الرئيس السيسي يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء هو 27 من يونيو وقفة عرفات. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. وفي لقاء آخر مع رئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ثمن الرئيس السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة والمؤسسة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة. كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر، معرباً عن تقدير بلاده لدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها. وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما أكد السيد الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدا قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لا سيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وفي ذلك الإطار ثمن السيد الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية، مؤكدا في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية. من جانبه أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري
وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم، مؤكداً استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تعمل بموجبها المؤسسة مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. تعكس الاتفاقية التزام الدولة بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر من عام 2022. الحقيقة النهاردة احنا بنشهد الحقيقة حدث مهم جدا في خطة الحكومة اللي اعلنت عنها في موضوع الطروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. احنا يمكن كنا اعلنا من فترة عن عدد من الشركات اللي احنا حددناها بصورة تقديرية ب 32 شركة اللي الدولة المصرية بتعتزم طرحهم لسواء لمستثمرين استراتيجيين او من خلال الطرح العام في البورصة، وبالفعل احنا واخدين خطوات تنفيذية ونأمل ان شاء الله قريبا في الاعلان عنها في عدد من هذه الاصول. ده غير بالفعل شركتين طرحناهم، كان شركة باكين وجزء من الشركة المصرية للاتصالات اللي بالفعل تم انهاء اعماله. ولكن هنا يمكن عشان نضمن استدامة وحوكمة المنظومة على مدى طويل، هنا كان الشراكة المهمة جدا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في إطار البرنامج أو إطار القطري للشراكة ما بين البنك الدولي ومصر. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن اختيار المؤسسة مستشارا استراتيجيا للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام. وأنا متفائل من أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به من قبل اقتصادات أخرى. أود أن أعبر عن امتناني لسيادة الرئيس السيسي للوقت الذي منحنا إياه على الرغم من انشغاله لكي يلتقي بي وبوفدي اليوم، وهذا يعيد التأكيد على الأولويات التي وضعها سيادة الرئيس وأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية مصر. أنا ممتن لقيادته ليس فقط في مصر ولكن كذلك بالحديث عن المسائل المرتبطة بأفريقيا. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
أكد المشاركون بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني أهمية دور العمل الأهلي ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا. خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي، أوضح المشاركون أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر. قال المشاركون بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني إن البحث العلمي هو أساس التقدم وتحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل حول فعاليات اليوم من جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري مصطفى ميزار. إليك مصطفى. انتهت جلسات اليوم الأول في الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني. مشاهدين الكرام، اليوم كان هناك حوار بناء حول المحور السياسي بآلياته وبفروعه وبلجانه المختلفة. المحور السياسي والذي تتفرع منه اللجان العديدة، منها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة التنمية المحلية، لجنة البحث العلمي، لجان كثيرة متفرعة، الكل هنا في جلسات الحوار الوطني مجمع على هدف واحد، الهدف متمثل في الارتقاء بجودة التعليم في مصر، في الارتقاء بجودة الإدارة والتنمية المحلية في مصر، في العمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الدولة. الكل مدرك هنا في جلسات الحوار الوطني أن هناك تحديات داخلية، وبالطبع هناك تحديات خارجية أيضا. في جلسات الحوار الوطني اليوم في الجلسة الأولى والمتعلقة بالعمل الأهلي في مصر، العمل الأهلي في مصر ممتد لأكثر من 100 عام، فمصر رائدة في العمل الأهلي وفي تقديم عمل أهلي يليق بالدولة المصرية منذ ما يقرب من 100 عام. لكن الحديث ومحور الحديث كان يتمثل في أن هناك تناسق وتنسيق كامل ودائم بين الحكومة والقطاع الخاص، لكن نحتاج والجميع هنا يحتاج إلى مزيد من التنسيق والترتيب ما بين القوى السياسية والأحزاب السياسية والقوى المدنية لتوحيد كافة الجهود. الكل هنا تحدث عن ما دار في السنة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة عن أن العمل الأهلي هو قاطرة للعمل التنموي والعمل الأهلي في مصر، وأصبح هناك تحالف يضم معظم أو كافة القوى السياسية والجمعيات الأهلية وتوحيد للعمل الأهلي التنموي في هذا الكيان الكبير. أيضا كان هناك محور آخر عن حرية المعلومات وتداول المعلومات في الجامعات المصرية، ومن حق الباحثين أن يكون هناك تداول المعلومات على كافة الأصعدة، وأن تكون الجماعة الأكاديمية في مصر مع نظيرتها الأجنبية والدولية على قدم وساق. هناك تبادل للرسائل، تبادل للمعلومات، تبادل الأراء للأبحاث والأراء التي من الممكن أن تجعل الدولة المصرية وتجعل الفكر والابتكار في التعليم والتعليم الجامعي وما بعد الجامعي هو قاطرة. فالبحث العلمي في كافة الدول هو القاطرة الحقيقية للنهوض بالأوطان والأمم، والدولة المصرية والأمة المصرية بباحثيها وبأساتذتها وبعلمائها هي تعتبر القاطرة الحقيقية. فالباحث المصري دائما وأبدا يثبت نفسه ويتميز بالجدارة وبالذكاء وبالتنمية مهاراته وبتنمية ما يعمل في هذه البيئة. هذا كان محورا رئيسيا. كان هناك محور آخر عن قضية الإدارة المحلية في مصر، الإدارة المحلية في التقسيم الجغرافي لمحافظات الجمهورية. الإدارة المحلية الكل تحدث فيها المتحدثون والمشاركون عن فكرة أنه لا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات، أن يكون الانتخاب هو سيد الموقف، أن تكون هناك مجالس محلية منتخبة ومجالس محافظين منتخبة تعبر عن الظرف الطارئ والظرف الراهن وتعبر عن الهوية المصرية، وأن يكون المحافظ يده مطلوقة دائما في الحفاظ على مقدرات المحافظة، وأن تكون هناك تنمية والتبادل لوجهات النظر. كان هذا محورا آخر في البحث العلمي، ومحور في التنمية المحلية، ومحور في العمل الأهلي. كانت الجلسات والنقاشات تتحدث عن فكرة التنمية وفكرة التطور وفكرة البحث العلمي وما يمكن أن تنتشل به الأوطان والأمم. الأفكار كثيرة متنوعة وبناءة، و
تطرح من جميع الأطراف دون مواربة ودون خطوط حمراء، الكل ممثل في جلسات الحوار الوطني، أحزاب سياسية وشباب وكيانات ومؤسسات وحكومة وقطاع خاص وقطاع عام، الكل هنا يدلي بدلو ويطرح الآراء والمقترحات، وتكون هناك مبادرات بناءة. ربما كان الوقت لم يتسع لتحدث الكثير من الجالسين في الجلسات، لكن الأفكار مقدمة ومعروضة على الجميع، الكل هنا ينشد أن الوطن باق وأن الوطن يمكن أن يتسع الجميع، والخلاف دائما لا يفسد للوطن قضية، كما قال وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض جلساته ودعوته للحوار الوطني، والتي دعا لهذا الحوار في رمضان الماضي في إفطار الأسرة المصرية، دعا جميع القوى السياسية من أجل التكاتف، من أجل بناء دولة ديمقراطية، ومن أجل بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، وينعم فيها الإنسان بحقه، وينعم فيها المرء بكل واجباته، ويحصل على حقوقه، ويقدم أيضا واجباته. الدعوة مفتوحة للجميع، الحوار الوطني يسعى الجميع، المناقشات والحلول مطروحة هنا للنقاش من كافة الفئات ولكافة المواطنين على قدم وسط. كان هذا جزءا في هذا المحور مشاهدين الكرام، بالطبع سنتابع معكم في الأيام القليلة القادمة جلسات الحوار الوطني ومقترحاته وتوصياته، وما سيخرج عن جلسات وتوصيات للحوار الوطني، والتي بالطبع ستلقى صدى وستلقى قبول لدى القيادة السياسية، ويمكن أيضا أن تنفذ على أرض الواقع، وهذا ما أكد عليه ضيوفي اليوم في أثناء المعرض والحديث، أنه تم تنفيذ بعض التوصيات المتعلقة بجلسات الحوار الوطني. سنكون معكم لحظة بلحظة نرصد ونتابع ونحلل ونستطلع الآراء مع ضيوفنا الكرام من كافة المؤسسات والطيارات المختلفة والأحزاب السياسية وكافة ممثلي الشعب المصري. كنت أنا معكم محدثكم مصطفى ميزار على شاشة التلفزيون المصري، تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية العلاقات الممتدة والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل. أوضح شكري أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يقدمان الكثير من الدعم إلى مصر، سواء فيما يخص التنمية أو الأمن أو الهجرة. تطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية تجعل من الأهمية تكثيف التعاون فيما بيننا من أجل المصلحة المشتركة على أسس من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. الاتحاد الأوروبي والمفوضية تقدم كثير من الدعم المصري في نواحي كثيرة، سواء كانت تنموية أو في إطار الأمن أو اتصالا بقضايا الهجرة. وبالتأكيد أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أتت بعوائد أيضا مشتركة. هذه العلاقة ممتدة لأكثر من 20 عام منذ توقيع على اتفاقية الشراكة، بما يقتضي دائما أن يتم المراجعة للتأكد من أن الإطار التعاقدي القائم فيما بيننا يأتي بكل ما نصب إليه من منافع، ونستطيع أن نقوم أي نواحي نقدر أنها تحتاج إلى مراجعة وإلى التنفيذ لها بأسلوب أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطرفين. أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل على تميز وأهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، شدد بوريل على أن مصر شريك جاد للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، كما أعرب عن تقدير الدعم الذي تقدمه مصر لاستضافة اللاجئين السودانيين. هذا وقد أكد أيضا أن قضية المياه حيوية لمصر، ونبذل كافة الجهود لتحقيق الاستقرار. العلاقات الثنائية بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في واقع الأمر إنما هي تجلب المنافع والمصالح لكلا الطرفين. أعتقد أنها علاقات مميزة، ونحن نتطلع إلى مزيد من علاقات أفضل. نحن
نحاول أن نوسع من هذه العلاقات وأن نطورها حتى نصل إلى مستوى مثالي من التعاون. حينما يتعلق الأمر على سبيل المثال بملف الطاقة والطاقة المتجددة، فنحن لدينا بالفعل شركاء جادون مثل الجانب المصري، ونحن سعداء للغاية بهذا التعاون، ونحن نسعى كذلك إلى تسريع آفاق التعاون المشتركة، ونسعى إلى تجاوز كافة التحديات من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي والجانب التجاري، فبالفعل هناك علاقات قائمة، ونحن نسعى إلى تطوير مثل هذه العلاقات، ونحن نتعاون عن كثب وعن قرب مع الجانب المصري، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات. كثير من المشروعات تناولناها في مباحثاتنا، وهي هامة للغاية، ونستطيع أن نحقق أفضل معدل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل دفع عملية التنمية إلى الأمام. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مغلقا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ويأتي اللقاء في إطار العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والشراكة الاقتصادية والتعاون الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة على ضفتي المتوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والوفد المرافق له. تناول هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى انعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبليا. من جانبه أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبي. أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عمق علاقة الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وخلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ناقش أبو الغيط وبوريل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا، كذلك الحاجة إلى معالجة أسباب تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. حول آخر
آخر تطورات الأزمة السودانية، حيث أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن ترحيب السودان بمساهمة مصر في حل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تؤثر أيضا على مصر. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد مالك عقار ترحيب السودان بالدولة المصرية في أي مبادرة لحل الأزمة، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول تأثيرا في حل الأزمة السودانية. نرحب بمساهمة مصر في معالجة المشكلة السودانية، لأنه المشكلة السودانية في المقام الأول بتأثر السودان، ثانيا بتأثر للدولة المصرية، وهي أمامك هسي المعاناة اللي بيحصل هنا والعدد الكبير الذي يدخل هنا والمحددات الأمنية التي تصاحب ذلك. فنحن ما نتحدث، لكن نرحب بمساهمة مصر ونرحب بوجود الدولة المصرية في أي مبادرة هم عندهم المقدرة أنه يشاركوا فيها، ونرحب بهم لأنه هو دولة دي الدولة الأكثر تأثيرا في حرب حرب السودان. بالنسبة للقتال ليس هنالك، لا تستطيع أن تضع سقف للقتال، من السهل جدا أنك تبتدي القتال، لكن من الصعب أنك تدير القتال، ومن الصعب أنك تنهي القتال، لأن هنالك أوامر أخرى لا تراها تصهر في أثناء القتال، إدارة القتال وفي أثناء إنهاء القتال. كما أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أنه يتم بحث حل الأزمة السودانية في الداخل السوداني أولا، ثم مع دول جوار السودان وفي المحيط الأفريقي. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد مالك عقار أن الوضع الإنساني في دارفور كارثي، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة إلى تشاد، مشيرا إلى ضرورة توصيل المساعدات للسودانيين في دارفور. نحن نبحث عن حل المشكلة السودانية داخل السودان أولا، ونبحث عن أنها دول جوار السودان، ونبحث عنها في المحيط الإفريقي، ونبحث عنها في محيطات أخرى. لا نتوقع كثير من المجتمع الدولي في هذا، لكن نتوقع منهم إذا هنالك حسن نوايا أن يساهموا في القضية الإنسانية، ومساهمتهم في القضية الإنسانية في هذا الوقت بالذات فيه صعوبة لسيولة الموقف الأمني لإيصال هذه المساعدات للناس المحتاجين. بالنسبة لدارفور وبالذات في جنينة، الوضع أنا ذكرته قبلك أنه وضع كارثي، والنزوح بأعداد كبيرة جدا إلى دولة شاد. هي دولة شاد ذاتها هي عندها شح في الإمكانيات، لكن هي برضو قادرة أن يعني تستوعب عدد السودانيين اللي داخلين عليهم. فهنالك حوجة لتوصيل المساعدات في دارفور. تستضيف الأمم المتحدة في جنيف غدا لاجتماع رفيع المستوى لإعلان التعهدات للسودان بمشاركة مصر. وسيتم خلال الاجتماع إعلان الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى عن التزامات مالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان. يقدم نادي الأسرة بموقف كركر الدولي في أسوان كافة خدمات الدعم النفسي للأطفال. نادي كركر يمتلئ بالحكايات والقصص التي يرويها الأشقاء السودانيون من خلال الرسومات وبعض الأنشطة من منظمة اليونيسف. كلمات طفلة صغيرة حصرتها أصوات الرصاص الذي اخترق قلبها وأحلامها معا. رعب وقلق يملأان قلبها، وأحلام يسرقها صوت الرصاص ذاته، لترسم بأدواتها البسيطة أحلاما كانت تروى ببراءتها، وتلون بطفولتها الجدران بنادي الأسرة في وادي كركر بأسوان، لتروي يوما في الكبر رحلتها من وطن لم ترضى يوما كمثل قرنائها أن يدمر، لوطن لم يبخل يوما عن احتضان من يلجأ إليه طوعا أو كرها. كنا بنسمع أصوات الرصاص كثيرة، وكان في الجزء الثاني مننا كان في دخان كتير قوي، في دخان كتير وفي حاجات زي الحريق كده كنا بنشوفهم دايما، كل مرة بتزيد زيادة، كل مرة بتزيد، وبنسمع صوت الرصاص.
ورغم قضاء الاشتباكات في السودان على بعض الذكريات البسيطة لهؤلاء الأطفال، إلا أن منظمة اليونيسيف استطاعت وبالتعاون مع الحكومة المصرية التي تحمل على عاتقها حمايتهم أن تجمع الفرقاء لتبعث بشعاع أمل وفرحة وتخلق حالة رقص فيها قلب هذه الطفلة الصغيرة، وعادت الابتسامات بألوانها المختلفة على وجوه بريئة لدعمهم نفسيا في تخطي مصاعب الأحداث التي عاشوها في السودان. نادي الأسرة بيقدم الدعم النفسي للأطفال والأمهات، وبيقدم الدعم للوالدين إزاي إن هم يعني يعدوا مرحلة الحرب اللي هم عدوها دي ويعيشوا حياة كويسة، وبنقدم ترفيه للأطفال بينفسوا شوية عن نفسهم. أما هذه الجدران احتضنت الكثير من الأحلام، لعل أهمها وأولها وقف الاشتباكات ليعودوا إلى تلك المنازل التي رسموها بحبر على ورق، على أمل أن توثق بإشارة العودة مع الأهل والأصدقاء إلى السودان الآمن. والله النادي ما شاء الله يعني ما مقصر من ناحية أنه يدعم الأطفال نفسيا، لأنه كانوا بجد يعني نفسياتهم تحس بها أنها تعبانة، يلا بيجوا هنا بقوموا برفعوا الحاجة الجوام دي بطلعوها في رسم في غناء في كده، يعني حسينا في فرق، يعني في فرق كبير في الأول وحسي بعد ما دخلوا النادي. ستظل هذه الجدران شاهدة على مدى قوة العلاقة والمحبة بين دول الجوار، وأن مصر لن تخذل أشقاءها، فهذا قلمهم الذي كتب من السودان شكرا مصر. استطاعت هذه المساحة الآمنة أن تعيد للأطفال السودانيين براءتهم، مساحة كتبت لأحلامهم البقاء وسطرت لمستقبلهم صفحة جديدة بعد أن كادت تغلقها الطلقات التي روعت أمنهم وسكينتهم، إلا أنهم بعد وصولهم لأرض مصرية يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم غد الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو لعام 2023 ميلاديا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية. وهنأ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات. أعلنت وزارة الصحة زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 17 عيادة، وذلك بعد انتهاء إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة. كما قدمت بعثة الحج الطبية خدمات الكشف وصرف العلاج ل 2419 حاجا حتى أمس، وقدمت فرق البعثة 402 من الندوات التوعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، وتضمنت معلومات عن كيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية خلال تأدية مناسك الحج. وتواصل فنادق المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات يقدمها لهم ضباط البعثة خلال فترة إقامتهم. كما يتم إجراء متابعة ميدانية من غرفة عمليات بعثة حج القرعة للتيسير عليهم. تواصل فنادق المدينة المنورة استقبال أفواج حجاج القرعة وسط احتفاء بقدومهم من قبل إدارة هذه الفنادق القريبة من الحرم النبوي، وتسابق ضباط البعثة إلى سرعة تسكينهم في الغرف المجهزة بمواصفات توفر أقصى درجات الراحة لهم. أنا فخور أني أقدم خدمة لأعز شعب عربي على قلبي كوالد المدينة المنورة، وحبنا لأهل مصر شهادتنا فيه يمكن مجروحة، لكن في ود متبادل بين أهل المدينة تحديدا السعوديين وأهل مصر، وشرف لنا خدمة حجاج القرعة المصرية. استقبال عظيم ومشرف، والبعثة كلها بتاعت الداخلية ناس عظماء وقابلونا أحسن مقابلة، ومية مية وربنا يبارك فيهم. كل حاجة حلوة وكل حاجة عادية، ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب، وتحيا مصر وتحيا مصر ويعيش الرئيس. وتوفر البعثة خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية،
والتي تنسق مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن. يوم عرفة ده هو الركن الأعظم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. خلي اليوم ده كله دعاء، خلي اليوم ده كله استغفار. ويصاحب بعثة وزارة الداخلية عددا من الأئمة والوعاظ، حيث يتم عقد ندوات دينية للرد على استفسارات الحجاج وشرح المناسك لهم. دي ندوات دورية بالتنسيق مع البعثة المصرية هنا بشكل دوري، كل يوم في محاضرة وندوة للنساء يكون بها الواعظات، في محاضرة بنقوم احنا بيها، بالإضافة ان احنا بتكون متواجدين في الفنادق لتلقي الأسئلة والاستفسارات على مدار اليوم. يعني هنا المشرفين ان في ندوة بعد صلاة العصر، وجينا حضرنا وحكونا من اول ما نطلع من الفندق لغايه ما نروحوا بير علي نحرمه، وكل المناسك قالوا لنا عليها. الحمد لله كان توفيق من ربنا ان احنا حضرنا الندوه، الحمد لله استفدنا منها، جزاهم الله خيرا المشايخ الحمد لله واللي قاموا على تنظيم الندوه. وبأحد فنادق المدينة تتابع غرفة العمليات التي جهزتها وزارة الداخلية أحوال حجاج القرعة بالمدينة منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة لتوفير الراحة للحجاج والإجابة على استفساراتهم. الأمانة من أكثر البعثات الحريصة على راحة حجاجهم، شغالين 24 ساعة مكتب عمليات في كل فندق، ضابط متواجد لكل فندق، أشكرهم بصراحة حرصهم على الحجاج وحرصهم بالذات على الكبار في السن واللي عندهم مشاكل صحية. وحرصا من بعثة حج القرعة على أن تسهل الإجراءات للحاج لزيارة الروضة الشريفة، يتم حجز مواعيد الزيارات واصطحاب الحجاج في مجموعات إليها لاستمتاع بالصلاة في الروضة الشريفة. بيتجمع الرجال هنا في الفندق، بيطلع معهم مندوب من وزارة الداخلية، يوصلهم على باب 37 في الحرم رسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيدخلوا بيخلصوا الزيارة بتاعتهم ومعهم المرافق معهم بانتظام، وبيرجعوا للفندق تاني. بيجي الفوج اللي بعده السيدات بعد صلاة الفجر بيتجمعوا معهم مندوب، وفي عميد هناك سيدة تبع الوزارة عندنا في مصر بتكون في استقبالهم وتدخلهم، بيخلصوا زيارتهم وبيرجعوا للفندق تاني. منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات مقدمة لحجاج القرعة بالمدينة المنورة لتوفير أجواء روحانية للاستمتاع بهذه الزيارة المقدسة طوال فترة إقامتهم قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. حزمة من التيسيرات والإجراءات التي يتخذها ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية للتيسير على حجاج القرعة أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة قبل أن يتم تفوجهم إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك، حيث تتواصل هذه التيسيرات بمكة المكرمة. من أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. لافروف ينتقد تصريحات ألمانيا أن روسيا أصبحت التهديد الأول للدولة الألمانية. ونتحول في نشرة التاسعة إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن قرارات السلطات الألمانية لا تستند إلى مصالح البلاد، وذلك في تعليق على استراتيجية الأمن القومي الجديدة لألمانيا التي تنص على أن روسيا أصبحت التهديد الأول للدولة الألمانية. وأوضح لافروف أنه من الصعب التعليق على أفعال وبيانات ووثائق السياسيين الألمان المعاصرين التي لا تستند إلى منطق أو مصالح ألمانيا أو الشعب الألماني على حد وصفه. قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون إن الاتحاد الأوروبي يسرع في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية. أضاف بريتون أن الاتحاد الأوروبي سيكثف جهوده لتسليم أسلحة وذخائر لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد للحرب الروسية الأوكرانية لعدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول.
عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة ناقش خلالها تقرير لجنة المشتركة حول الدراسة المقدمة بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر. أكدت الدراسة أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد وللمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تناولت تقرير اللجنة المشتركة حول تفعيل دور التعاونيات في مصر. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أكد أن الدستور المصري يتضمن عددا من النصوص التي تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر. تضمن الدستور المصري عددا للنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، وأكد أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. كما أولت الدولة اهتماما بالغا بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية ومنظمة العمل الدولية. وأوضح التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ أن تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني خطوة هامة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. تأتي فلسفة عمل التعاونيات بغرض تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بتمويل ذاتي لا يرغ موازنة الدولة، ويأتي ذلك اتساقا مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي المقام في أكتوبر 2022. وفتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الباب أمام النواب للتعليق على تفعيل دور التعاونيات في مصر التي تساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل. في جمهوريتنا الجديدة ونحن نسعى لتأسيس أوضاع تدعم القطاع الخاص، أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا جذب الاستثمارات بكافة أنواعها ومصادرها، فإنني أرى أنه الأولى دعم هذا القطاع القيم، قطاع التعاونيات، لما يعتبر فرصة مهمة ووسيلة غاية في الأهمية ومثالا نموذجيا للتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا. فموضوع التعاونيات يستمد أهميته من الظروف والتداعيات والتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي والداخلي في مصر. فالحقيقة نحن في أمس الحاجة للتوسع في عمل التعاونيات، لأنها تهتم بمجالات هامة للمواطن ونمط ناجح لتحقيق التنمية المستدامة. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يواصل المجلس مناقشاته في جلسات قادمة. أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ، حيث أكد النواب على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمجال التعاونيات وفقا للدستور الذي ينص على حمايتها. التعاونيات يعني أنا بسميها العمود الثالث للاقتصاد، وهو حتى الدستور بينص على يعني حفاظ الدولة على الملكية الخاصة العامة والخاصة والتعاونيات. الحقيقة كل تركيزنا في الفترة الماضية كان دايما على الاستثمار العام والخاص. قطاع التعاونيات قطاع مهم جدا،
وقد يعتقد البعض حتى من الأحزاب التي تميل لليمين أن هذا يعني من عصر الاشتراكي. الحقيقة لا، التعاونيات نوع معين من الاستثمار هام جدا في دول رأسمالية زي ألمانيا والسويد وغيرها. أنا تحدثت عن فكرة أهمية وجود تعاونيات ثقافية في دولة كبيرة بحجم مصر، دولة قادة المنطقة حضارية لآلاف السنين. التعاونيات الثقافية بتكون مكان لتمكين المبدعين، قناة لتسويق إبداعهم، بتساهم في الحراك الثقافي. ده كله بينعكس بشكل أو بآخر على القوى الناعمة للدولة وعلى حماية الهوية الوطنية، وبشكل مهم كمان بيرتقي بالذوق العام. والذوق العام موضوع مهم جدا لانه بينعكس انعكاسات خطيره على امور زي مثلا العنف الاسري او زي الجريمه بشكل عام. النهارده كان في نقاش عن تفعيل دور التعاونيات، وخصوصا ان مصر رائده في المنطقه، ويعتبر من الدول الرائده في الحركه التعاونيه كحركه شعبيه وكنوع من انواع التعبير عن العداله الاجتماعيه. النهارده تطرقنا الى العديد والعديد من المشاكل، دراسه كانت سريعه جدا، اتكلمت فيها عن موضوع المشاكل، المرتكزات بتاعت المشاكل، المشاكل الإدارية والمشاكل التمويلية والمشاكل التسويقية وأهميتها. عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. أكد الحاضرون أن أهداف مبادرة الفن المستدام تنسق مع أهداف التنمية المستدامة وتأتي في إطار تمكين الشباب والمرأة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية الفكر الابتكاري للشباب. عملنا مجموعة من المعارض في متحف مثلا المومياوات، عملنا في كمان نظمنا معرض في قمة المناخ، ومن هناك رجعنا بفكرة هي انه نركز على شباب الفنانين وازاي ممكن نخلق من الفن التشكيلي فن مستدام، يبقى فن له علاقة بالتوعية من أجل الحفاظ على البيئة، له علاقة بالاقتصاد الإبداعي، له علاقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، له علاقة أهم بقى بالشباب، سواء شابات أو شباب يعني بنات وأولاد. فكرة في أن الورشة دي زي بندمج أن احنا الفن ده، الفن اللي هيطلع مننا ده من خلال الورشة نعرف برضو ندمجه مع التدريب اللي بيحصل على ريادة الأعمال، إن إزاي ده يوصل لأكبر قدر من الجمهور وإزاي إن هو الرسالة بتاعته توصل للناس كلها. افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب مقر مجلس الدولة بمدينة طنطا عقب تجديده وتطويره. قال رئيس مجلس الدولة إن افتتاح المقر يضاف إلى إنجازات المجلس في التوسع لإنشاء فروع جديدة تسهم في تسريع درجات التقاضي، حيث تم إنشاء المبنى على مساحة 3500 متر من خلال إنشاء مبنيين وتطوير مبنى قديم ليضم الفرع قاعتي محكمة تسع كل منها 150 مترددا إلى جانب المبنى الثالث، ويضم 40 مكتبا إداريا يسع 200 موظف. نحتفي ونحتفل اليوم بافتتاح المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الغربية، وصراحة ده صرح قضائي شامخ، يعني بذلت فيه الدولة جهد كبير، وده في سبيل قيام الدولة بكافة مؤسساتها لتقريب جهات التقاضي للمتقاضين ولتحقيق العدالة الناجزة اللي بتسعى إليها الدولة. المبنى في السابق أو المبنى القديم في السابق يعني كان في مشقة كبيرة جدا على السادة المتقاضين والسادة المحامين والخصوم وذوى الشأن. المكان كان يعني مكان غير صحي لممارسة العمل القضائي والعمل المرتبط به، فكانت الدولة يعني بترصد الوضع وخصصت الأرض اللي بتتجاوز 3000 متر زي ما احنا شفنا كده. والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال والتفاصيل مع ميرنا إيهاب، تفضلي. شكرا لكم إلهام وريهام، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وأكد إعلامي مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحل بالأسواق، وذلك لمتابعة موقف توفر السلع ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها. طرحت الحكومة كميات من اللحوم الحمراء المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بالإسماعيلية، وذلك لبيعها بتخفيضات تصل إلى 40%. يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم طرح اللحوم المجمدة البرازيلية داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك بسعر 160 جنيها للكيلو، ويتم أيضا توفير سيارات متنقلة إلى المراكز التي لا توجد بها منافذ. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع على ارتفاع جماعي بالمؤشرات، مدعومة بعملية شراء من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 1.17 تريليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليار جنيه. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 18026 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.74% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 2.28% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة. انخفضت الودائع لدى البنوك الأمريكية الكبيرة إلى 17.2 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، وذلك على أساس أسبوعي. ووفقا لبيانات الاحتياطية الفيدرالية، بلغ إجمالي الانخفاض في ودائع البنوك الأمريكية 79.2 مليار دولار، وذلك وفقا لأساس معدل موسمي، كما أن الانخفاض في الودائع كان الأكبر منذ مارس والأول في 4 أسابيع، بعدما كانت الودائع قد سجلت تراجعا كبيرا بعد انهيار بنك سيليكون فالي في شهر مارس. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى إلهام وريهام. شكرا ميرنا. نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة المؤتمر 8 للحوار العربي الأوروبي. أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي 8 في الهيئة الإنجيلية بمصر. يذكر أن منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية يجمع مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من 17 دولة عربية وأجنبية. والحوار العربي الأوروبي مؤسس أساساً على الشبكة العربية للحوار، والشبكة العربية للحوار هي شبكة بتضم أكثر من 25 منظمة مجتمع مدني عربية تعمل على مستوى المنطقة العربية. مع شركائنا الأوروبيين بدأنا هذه الجولات، الجولة التاملة إحنا بنناقش دور الدين في المجتمع، ومهم الأوروبيين يسمعوا مننا وإحنا نسمع منهم، لأنه جزء من المشكلة اللي بتواجه العالم اليوم الصور النمطية المغلوطة. أنا شايف أن الحوار له أهمية كبيرة جدا، لأن دلوقتي مع الاختلافات الكبيرة جدا في المجتمعات ومع الحاجات اللي بتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتير منها بيكون مش بيشجع على الاختلافات وعلى التفاهم الاختلافات دي، بنشوف ان الحوار دي حاجة مهمة جدا تكون بتقرب الناس وبتجمعهم في ظل الظروف دي.
The second element, of course, is civil society. We believe civil society. الجزء الآخر اللي حابة أتكلم عنه هو المجتمع المدني وأهميته، وبيقول إنه هنا في الهيئة القبطية إحنا لنا برامج كتيرة مع هيئات كتيرة ومجتمعات مدنية منهم الهيئة القبطية، والمجتمع المدني مهم جدا لأنه بيشوف إزاي يقدر يواجه التحديات اللي بتكون حاصلة سواء بدعم مادي أو بسواء بدعم يكون في بناء للشخصيات انهم يكونوا اكثر استدامه. والان متابعه لاهم اخبار الكره والملاعب نتابعها مع مرنا ايهاب. اليك مرنا. شكرا لكما ريهام والهام، والان جوله في اهم وابرز الاحداث الرياضيه محليا وعالميا. توجت ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، وجاء تتويجها عقب فوزها على الإسبانية مارينا باسولاس بمجموعتين دون رد بواقع 6 أشواط لثلاثة في المجموعتين، حيث استغرقت المباراة 1:36. توجت ياسمين عيسى لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي الهمم بذهبية بطولة كندا الدولية والتي أقيمت بمدينة أوتاوا، وحصدت ياسمين عيسى الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات رفقة الأمريكية جاكي سايمون. وتعد بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبيات باريس لعام 2024. فاز المنتخب الوطني على نظيره منتخب جنوب السودان ب3 أهداف دون رد في مباراة ودية على استاد القاهرة الدولية، وثلاثية المنتخب الوطني حمل التوقيع كل من مصطفى فتحي ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه. وأحرز المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما حقق منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الهولندي ب3 أهداف مقابل 2 في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة والتي أقيمت على ملعب دي جرالش فيستي بهولندا. أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة الإسباني توصل لاتفاق مع نادي أتلتيكو بارانانسي البرازيلي لضم لاعبي فيتور روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت صحيفة موندو أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي برازيلي لضم اللاعب مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو يتم دفعها على 3 أقساط، مضيفة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بحلول يوم الخميس أو الجمعة المقبلين. انتهت الجولة الرياضية والعودة إليكم إلهام وريهام. شكرا لك مرنا. ارتفع مستوى توريد القمح بشوان وصوامع محافظة الدقهلية إلى 334,000 طن لهذه المواسم، حيث يستهدف توريد 450,000 طن من القمح في نهاية الموسم. وتواصل أجهزة المحافظات المختلفة جهودها لمتابعة سير العمل وانتظام أعمال التوريد في 29 موقعا تخزينيا. باللون الذهبي تكتسي شوان وصوامع محافظة الدقهلية مع تواصل عمليات توريد القمح التي تسجل ارتفاعات كبيرة تقترب من المستهدفات للموسم الحالي. ما تم توريده حتى الآن من القمح بالدقهلية وصل إلى 334,000 طن، وهو ما يقترب من المستهدف بنهاية الموسم عند 450,000 طن من القمح. احنا هنا العربية بتيجي بنعمل عملية الفرز ليها وبنديها درجة الفرز اللي هي المفروض تاخدها، بعد كده بتخش على الميزان بتوزن وتخش تفرغ الغلة جوه في الصومعة،
وبتطلع بره بنصفيها ونعملها المحضر بتاعها اللي هو المحضر الفارسي. عمليات التوريد للصوامع شهدت هذا العام ارتفاعا في جودة القمح بنسبة وصلت إلى 96% من المحصول، وبدرجة نقاوة بلغت 23.5 درجة. دور المسؤول عن الهيئة القومية للسلام بالنسبة للعضو المشكل في اللجنة طبقا لضوابط تداول القمح هو تحديد درجة النظافة وتحديد سعر القمح. الحمد لله الأسعار السنة حلوة وما فيش أي مشاكل والدنيا جميلة والله عن أي سنة، عن الدنيا تمام الحمد لله. أجهزة المحافظة تواصل جهودها لمتابعة سير العمل وانتظام أعمال التوريد في 39 موقعا تخزينيا مع تقديم كافة التسهيلات في الإجراءات وإحكام الرقابة على التوريد والالتزام بالمواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن. والآن نتعرف على توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية مرة ثالثة وأخيرة نتحول فيها إلى مرنا إيهاب، تفضل. شكرا لكما إلهام وريهام، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، الإسكندرية 27-20، مطروح 26-20، بورسعيد 27-20، والإسماعيلية 32-22. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 21، العريش 28-20، طابة 33-24، وشرم الشيخ 37-27. أما عن الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 28. وبالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 29، أسوان 40-29، الوادي الجديد 39-30، شلاتين 37-27، وأخيرا حلايب العظمى 34 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. We'll be right back.
انتهت النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان. مدبول يشهد توقيع اتفاقية تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء 27 من يونيو وقفة عرفات. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا ريهام؟ كل سنة وانت طيب. وانتوا طيبين. كل المصريين وكل الأمة العربية الله. والإسلامية بخير يا رب. بكرة بداية العشر الأوائل من ذي الحجة. خلاص أيام يعني مفترضة. الناس بقى تبدأ تعمل حاجات كويسة في حياتها وبتاع. على رأي واحد صاحبي قال لي توبوا بقى. توبوا إيه توبوا؟ هي دعوات مستجابة قوي في الأيام دي جدا، وكمان يعني زادت بقى الصدقات طبعا. يعني الواحد يقدر يقدم طاعات كتير، يصلي على قد ما يقدر بالزبط. يدعي ربنا يعني على قد ما يقدر برضه. كل الاعمال يعني ان شاء الله مستجابه. التبسم في وجه الاخرين صدقه. على راي علاء الكرار صاحبي قال احنا نتوب بقى. قلت له علاء احنا كده كده تايبين بحكم السن ده مبدئيا يعني، لكن يعني هنزود برضو من طلب التوبة من ربنا. كل سنة وانت طيب. والله الحمد لله كل سنة طيبين فعلا مرة تانية، وربنا يا رب يا رب يا رب يكتب لنا فضل العشرة بتوع الأوائل من ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى كلهم وكل فضلهم. حلقة موفقة إن شاء الله. شكرا جدا ليك يا إلهام. شكرا يا ريهام، وأستأذنكم نبدأ فقرتنا.